الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول الأعضاء في جمعية الأمم المتحدة للبيئة المشكلة حديثا إلى تنفيذ قرارات جديدة خاصة بالبيئة. وخلال مراسم ختام الحفل الافتتاحي للهيئة الجديدة وعدد أعضاؤها 193 دولة، قال بان إن قرارات مهمة تم اتخاذها وعلى كل دولة واجب حماية بيئتها الخاصة. خلال الجمعية هذا الأسبوع تداولتم العديد من الموضوعات الهامة بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وأنماط الاستهلاك والإنتاج وسيادة القانون البيئي والتجارة غير المشروعة في الأخشاب والحياة البرية. الرسالة واضحة، حماية نظام دعم الحياة البشرية جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة وأنه واجب على الجميع. وانعقدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الجاري لبحث سبل تجديد القوانين المعنية بالبيئة والقضاء على الظواهر الضارة بداية من التجارات غير المشروعة في الحياة البرية حتى التخلص من النفايات الضارة. وتبنت الجمعية قرارات حول تلوث الهواء والكيماويات، كما تطرق الاجتماع إلى قضية الصيد غير المشروع الذي هو في كينيا كما هو في أي دولة أخرى زادت نسبته خلال العام الماضي. وخاطب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الدول الأعضاء قائلا إن التجارة غير المشروعة في الحياة البرية تهدد تراث بلاده، فالعصابات المسلحة تقوم بقتل الأفيال ووحيد القرن للحصول على أنيابها وتحقيق مكاسب مادية كبيرة عبر شحنها إلى دول آسيوية من أجل استخدامها في صناعة الحلي والأدوية التقليدية. رحاب علاء، رويترز.